بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستأنف مرة أخرى مع بيان لي كومبخوندغ لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كالعادة كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحة، إذا وصلنا إلى لافويال إي، لافويال إي كما رأينا. إذا كما قلنا هنا voici René. Voici René. Le lit est sur le mur de la rue. Le lit est sur le mur de la rue. طبعا في هذه الفقرة سنستأنف مع هاد الكلمات. كما نلاحظون عندنا le bureau. Le bureau. إذا نتكلم عن المكتب. Le bureau. Le bu, bu, ro, had, e, a, u, tontak kama lo indana o. طبعا كلمة bureau ميمكنناش نكتبو او في مكان هاد ثلاثة الأحرف، وإلا ستصبح عندنا كلمة أخرى، رغم أن هاد او أن تنطق مثل e, a, u. طبعا في اللغة الفرنسية كما سنعرف بأن أو هذه أيضا أو ثم أ أ إي تنطق أو كما في كلمة لو يعني الماء. إذا نتكلم عن الماء، طبعا كلمة الماء لا يمكن أن نكتبها بهذا الشكل، مثلا نقول لو، نقول لو مثلا، رغم أن هذه تنطق مثل هذه، لكن كلمة الماء لا بد أن نعود إلى الأحرف المكونة للكلمة. إذا عندنا هنا كما قلنا لو بيغو، لو بيغو، إذا نتكلم عن المكتب. ثم عندنا لا جو، جو ب، لا جوب، لا جوب، طبعا هذا حرف الجي كما نلاحظ. ثم عندنا إي بعد جي تنطق جو، جو. ثم بي او تنطق ب، ب، لا جوب، لا جوب. إذا نتكلم عن التنورة، نتكلم عن نوع من لباس النساء يسمى لا جوب، لا جوب. ثم عندنا لا كي، كي، طبعا عندنا الصيونة بعدها او تنطق كي، على عكس كما لاحظنا فيما سبق والتي تنطق كاس لأنها جاءت متبوعة بإي، نقول voici، voici. أما هنا فالسي جاءت متبوعة بإي، إذا نقول لا كي، كيلوت، لو لوت، لا كيلوت، لا كيلوت. إذا نتكلم عن نوع من الألبسة، إذا نتكلم عن نوع من الألبسة يسمى لا كيلوت، لا كيلوت. ثم عندنا إن إي، إي زين، إي زين. علاش هاد إس نطقناها بحال زيد؟ ذكرنا هذا فيما سابق، باسكو سو تخوف أونتخ دو فويال، لأن باسكو إس سو تخوف أونتخ دو فويال. الصوتيات كما لاحظنا مثل أ، أو، إي، ثم اي، ثم او، ايغريك. اذا نتكلم عن هاد الصوتيات، اس اتت بين جوج ديال الصوتيات، اذا تنطق كزاد. لنفترض بان هذا اسمه اسين، اسين، لنفرض. طبعا سنضيف هنا اس حتى لا تبقى هناك اس بين صوتيين فتنطق كزاد. إذا أردنا النطق هنا إس، طبعا علينا أن نضيف إس أخرى حتى لا تبقى إس وحيدة بين دو فويال، وبالتالي تنطق كزاد. طبعا كلمة إيزين كما نلاحظ أن تتضمن هاد زاد بين هاد دو فويال، إذا هنا نكتب فقط إس وحيدة. إذا إن إيزين، إيزين، إن إيزين، إن إيزين، إن
إيزين. إذا نتكلم عن معمل، معمل يسمى إيزين أو بيان ليزين. إن إيزين، إذا نتكلم عن معمل هي كلمة مؤنثة كما نلاحظ. كلمة إيزين هي كلمة مؤنثة كما نلاحظ. طبعا ممكن أن تأتي معرفة فنقول لي زين، ليزين. إذا نتكلم عن المعمل طبعا نضع ال، نضع لا، نضع هنا لا، نضع لا. طبعا الكلمة مبدوءة بإنفويال وهد الأداة تنتهي بإنفويال، طبعا نحذف هد فويال ثم نضع أبوستروف فنحصل على كلمة ليزين بدل كلمة لا إيزين. ثم عندنا لا بليم، لا بليم، لا بليم، لا بلي بلي، لا بليم، لا بليم. طبعا تشوفوا هاد بي و ال انها متتابعة ليس بينها صوتي، اذا نقول لا بلي، لا بليم، لا بليم. نتكلم عن نوع من القلم يسمى الريشة، أداة للكتابة. ثم عندنا كما لاحظنا لا ميل، لا مي، ميل، لا ميل، إذا نتكلم عن البغلة، لا ميل. ثم لا في، لا في مي، عندنا هنا أي، عندنا أكسون إيغي، إذا نكتب، إذا ننطقها لا في مي، لا في مي. إذا نتكلم عن الدخان. ومنها مثلا فعل في مي. أحيانا نتكلم عن لو فيرب في مي، في مي يعني فعل دخن. نقول مثلا إل فيم، إل فيم، إل فيم، يعني هو يدخن، يدخن مثلا السيجارة. إذا لا فيغ فيمي، هنا طبعا نتكلم عن لا فيمي، إذا نتكلم عن الدخان، نتكلم عن اسم هنا. ثم عندنا إن توليب، إن توليب، إن توليب، تو، توليب، إن توليب، نتكلم عن نوع من الزهور يسمى توليب. ثم عندنا هذه المقاطع، عندنا ال اي تنطق لي، بي ال اي تنطق بلي، ام اي تنطق مي، اغ اي تنطق، اغ اي تنطق غي. الكلمات اللي تتضمن لي مثلا ليلي، فوالا ليلي اي سور لو مور دو لا ري، ليلي اي سور لو مور دو لا ري، ليلي اي سور لو مور دو لا ري. إذن عندنا كلمة ليلي، عندنا ليلي أغي، ليلي أغي. رأينا هذا الفعل فيما سبق، رأينا هذا الفعل فيما سبق. إذن نتكلم عن لو فيرب، لو فيرب غير فعل ضحكة، سي لو فيرب غير، هذا فعل ضحكة. نقول مثلا إل غي، هو يضحك. ولكن ممكن نقول أيضا إل أ غي، هو ضاحكة. عندنا هاد لو فيرب غير جا قبل منه لوكسيليير أفواغ، المساعد أفواغ. تنتكلم هنا على واحد الزمن اللي تتسمى لو باسي كومبوزي كما رأينا، هي طريقته هكذا، طريقته هكذا. الفعل تناخذ لو بارتيسي باسي، واحد الصيغة معينة ديال الفعل. هاد القضية غنعرفوها من بعد، كيفاش نحصلوا على هاد لو بارتيسيباسي، طبعا على حسب الأصناف ديال الأفعال. ثم نسبقه بلوكسيليير يا أفواغ بحال اللي عندنا هنا، وغنشوفوا حالات أخرى قليلة، بعد مرات تنسبقوه قبل منه، بعد مرات تتسبق بلوكسيليير إتخ، إتخ. إذن ممكن أن يأتي هنا لوكسيليير أفواغ بحال اللي عندنا الآن، وفي أحيان أخرى ممكن يكون عندنا لوكسيليير إتخ. إذا المساعد إتخ الذي همنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غير،
لو بارتيسيبا سي الخاص بفعل غير اللي هو غي كما تنشوفو هنا ان نوم سبوق بلوكسيليير افوار المساعد افوار علاش باش نحصلو على واحد الزمن اللي تسمى لو باسي كومبوزي اللي تعني الماضي هنا تنتكلمو على لو فيرب غير اذا الماضي الخاص به لو باسي كومبوزي الخاص به هو اغي اذا نقول لولي اغي لولي اغي لولي اغي اذا نتكلم عن لولي انه ضحيكه ثم عندنا هنا مثلا هنا عندنا روني الي روني الي اذا روني انه قرا شنو الفعل هذا هذا لو فيرب ليغ ليغ هنا عندنا لو فيرب ليغ هذا فعل قراءه اللي شفنا قبل قليل هو فعل لو فيرب غير مثلا لو فيرب إكريغ هذا فعل كتابة طبعا كلهم عندهم هاد إغ أو في الأخر كما تنشوفو ثم عندنا بلي مثلا إن بليم إن بليم بلي إن بليم إن بليم إذا نتكلم عن لا بليم كما رأينا ثم عندنا مي ثم عندنا مي لا بوم لا بوم اي ميغ لا بوم لا بوم اي ميغ اذا نتكلم عن تكلم عن التفاحه انها هي ذاتها كيف هي ميغ انها ناضجه طبعا هنا يجب التفريق بين هاد ميغ اللي هي ادجكتيف اللي هي نعت او وصف تنوصف هاد لا بوم بانها ميغ هاد التفاحه انها ناضجه اذا تنقولوا عليها راها ناضجه اذا اش عملنا هنا راح نوصفناها وصفناها بانها ناضجه اذا هاد الكلمات ديال الوصف تسمى ادجكتيف ادجكتيف غادي نشوفها فيما بعد اذا نتكلم على لا بوم اميغ اذا التفاحه انها ناضجه يجب الاشاره هنا الى ان كلمه ميغ اللي تعني ناضجه تختلف على كلمه لو ميغ اللي هو الجدار اذا هنا نقول لو ميغ الجدار هنا عندنا كلمه ميغ كما تنشوفوا عندنا اي فوق منها اكسون سيركونفليكس عندها اكسون هاد اي فوق منها اكسون شابو ثم ان كلمه ميغ تنتهي ب أه. ثم كلمه ميغ انها تنتهي ب أه. طبعا في حاله المؤنث ثم عندنا لا ميل لا ميل طبعا كما راينا فوالا سي لا ميل سي لا ميل ثم عندنا غي ار اي تنطق غي كما في مثال لا غي الا لا غي الا راينا فيما سبق ليلي اي سور لو ميغ دو لا غي فوالا سي لو ميغ دو لا غي C'est quoi la rue? Il y a un truc comme ça. La rue est là. Voilà, la rue est là. La rue est là. At-tariq huna. Et voilà, c'est le mur de la rue. Wa hada jidar at-tariq. إذن طبعا نستأنف الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.